بكم مشاهدينا في هذه التغطية، واللي هنتكلم فيها مع حضراتكم عن سباق الأغاني اللي بيشتعل في كريسماس 2022. زي ما احنا كده شايفين ختام 2022 فيها سباق عدد من النجوم على إصدار أغاني جديدة في أعياد الاحتفال بالكريسماس، ولكن شهر ديسمبر الحالي تحديدا احنا شايفين فيه صدور اغاني بالفعل واستعداد نجوم اخرين لصدور اغاني جديده. والحقيقه البدايه من عند فنان الكبير هاني شاكر اللي بيروج لاغنيه جديده بنيو لوك مختلف جدا، شفناه خلال الساعات الماضيه على السوشيال ميديا. شفنا النجم هاني شاكر بيروج لعمل جديد من المقرر ان هو يطرحه خلال الايام المقبله بنيو لوك جديد ومختلف جدا على غير ما اعتاده جمهور امير الغناء العربي. والعمل الفني هيكون عباره عن اغنيه هيتم طرحها تزامنا مع احتفال الاعياد، اعياد الكريسماس، وخلال طبعا هو خاصه ان هو هيحيي حفلات كريسماس خلال الايام المقبله. ومن عند بقى رامي صبري ان هو بيطرح البوم بعنوان معايا هتبدع، بيستعد النجم رامي صبري لطرح البومه الجديد اللي بيحمل اسم معايا هتبدع، واللي بيتعاون فيه الحقيقه مع الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين المهمين في مصر والوطن العربي. وبيحتوي البوم رامي صبري الذي بيحمل اسم معايا هتبدع على 8 اغنيات متنوعه هيتم طرحها ابتداء من اليوم 20 ديسمبر الجاري وحتى حتى يوم 6 يناير المقبل على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. ويمكن احنا شفنا رامي صبري خلال الساعات الاخيره صور فيديو كليب واحد لجميع اغاني الالبوم، وده كان بتوقيع المخرج اللبناني فادي حديد بفكره جديده الحقيقه ومختلفه يمكن احنا ما شفناهاش مع نجوم قبل كده. وبيضم ألبوم رامي صبري معايا هتبدع 3 أغنيات من ألحانه وهي يمكن خير، وهيتم طرحها يوم 25 ديسمبر من كلمات أحمد علي موسى. أما تاني أغنياته من ألحانه هي هتكون بعنوان لما بيوحشني، ودي أيضا من كلمات أحمد علي موسى، وهيتم طرحها يوم 27 ديسمبر. أما الأغنية الثالثة هي إحنا في حتة تانية، ودي من كلمات محمد القياتي، وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر الجاري. مشتعل زي ما بقول لحضراتكم، ولكن نروح بقى مع محمد الشرنوبي اللي خطف الاضواء باغنيه انت الحياه، واللي طرحها مؤخرا مع كده مسلسل شفنا يمكن مسلسل ايجار قديم. طبعا هي الاغنيه كانت شدت الناس بشكل كبير جدا، هي كانت اغنيه رومانسيه وكانت من كلمات صديقه محمد يسري، ويمكن شفنا الأغنية في آخر حلقات مسلسل إيجار قديم اللي خطف قلوب عشاق الدراما بشكل كبير جدا. والأغنية الحقيقة كانت رومانسية جدا ونالت إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا من محبي الفنان محمد الشرنوبي. ونانسي عجرم بقى شفناها بصحبة أسرتها في كليب أغنية يا عيد، طرحت النجمة نانسي عجرم أغنيتها الجديدة يا عيد عبر قناتها الرسمية على يوتيوب بمناسبة الكريسماس ورقص السنة، والأغنية كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع باسم رزق. وشفنا كده نانسي عجرم ظهرت في الفيديو كليب في بعض المشاهد بصحبة زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالات بأجواء الكريسماس والأعياد. واخيرا رامي عاشور بيبهج متابعيه بهضحك برضو، يمكن شفنا بطل سكواش رامي عاشور اللي اقتحم عالم الغناء خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا بيستعد لإصدار أغنية جديدة بعنوان هضحك برضو، واللي نشر جزء منها لتشويق متابعيه قبل إصدارها على صفحته الرسمية عبر انستجرام. أكيد إحنا بنتمنى إن إحنا نشوف أغاني جديدة خلال طبعا ختام السنة، ويا رب إن شاء الله السنة الجديدة نشوف مزيد من الإصدارات الفنية الجميلة واللي بيشاهدها آلاف المتابعين. ودي كانت تغطية خاصة من داخل استاد التحرير اليوم السابع، انتظرونا ومزيد من تغطيات أخرى. شكرا لحضراتكم.